هاتفيا ينضم الينا سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. ارحب بك يا سياده اللواء. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. اهلا بك يا سياده اللواء. ربما رسائل مهمه في كلمه الرئيس السيسي اليوم، ونضع بين قوسين حديثه عن الوعي. وطبعا الوعي الحقيقه انقذ مصر الفتره اللي فاتت، واحنا دايما بنلعب على وعي الشعب المصري، لكن الحرب لم تنتهي بعد، والآليات والأدوات اللي بتستخدم الحقيقة بتستهدف باستمرار تشكيل وعي ورأي عام جمعي للمصريين في اتجاهات غلط. فالوعي استمراره في مواجهة الاستمرار والإصرار على تشكيل الوعي الجمعي في اتجاهات خطأ وتشكيك المواطن في كل مقدراته وفي قدراته حتى، دي نقطة في منتهى الأهمية، لأن الهدم من الداخل هو الأسلوب اللي بتعتمد عليه حروب الجيل الرابع. وفي كلمة واحدة، ما نحن الداخل، الوعي إذا كان محترف ومستمر وبيتم بصورة علمية وتكامل، الحقيقة ده اللي بينجي الدولة وينجي دول الحقيقة للأسف عن حوالينا دول لم تستطيع أنها تدرك ان منظومه الوعي هي صمام الامان الوحيد اللي بيواجه هذا الشكل من الحروب. عشان كده هنلاقي السيد الرئيس بياكد على النقطه دي باستمرار. شكرا جزيلا سياده اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا، كنت معي هاتفيا من القاهره.